بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة الدمام، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. أعزائي طلاب وطالبات المستوى الرابع، مادة مبادئ أو مقرر مادة مبادئ الإدارة المالية. عدنا من جديد اليوم في المحاضرة 11 لنتحدث عن الفصل الرابع، ونستكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة في فصل التحليل المالي. المرة اللي فاتت يا جماعة تحدثنا عن التحليل المالي، ووضحنا كيف أنه يعتبر عامل هام جدا في دراسة الشركة وتحليل نشاطها وأدائها لتحديد نقاط الضعف والقوة. وبدأنا حديثنا في فصل التحليل المالي باستعراض لأشهر النماذج التي يستخدمها المحللون الماليون في عملهم في التحليل المالي. وكان أول نموذج تحدثنا عنه بوضوح وبتفصيل هو نموذج دوبونت، الذي يستخدم لتحليل وتفكيك مفهوم العائد على الملكية. وتحدثنا عن نموذج دورة التشغيل، وكيف أنه يحلل نشاط الشركة ودورات العملاء والموردون والمخزون والنقدي. نموذج دوبونت تحدثنا عنه باختصار كده، نبص عليه تاني باختصار. تحدثنا انه يعمل على تفكيك العائد على الملكية الى 3 مكونات رئيسية، هما العائد على المبيعات، ومعدل دوران الاصول، ومضاعف الملكية او مضاعف الملكية. وتحدثنا انه يتم التوصل الى العائد على الملكية بطريقة دوبونت بطريقة مختلفة عن العائد على الملكية كأحد مؤشرات الربحية. لما قلنا لو اعتبرنا العائد على الملكية فقط بدون ذكر طريقة دوبونت، وقلنا المطلوب ايجاد العائد على الملكية بدون ذكر نموذج دوبونت، فانت بتتعامل معاه كمؤشر او كمقياس للربحية، لبعد الربحية، وبيبقى عبارة عن صافي الربح على حقوق الملكية. صافي الربح بتتجه إلى قائمة الدخل وتجيبه، الحقوق الملكية بتتجه إلى قائمة المركز المالي وتحصل على قيمتها. أما إذا قلت لك المطلوب إيجاد العائد على الملكية بطريقة دوبونت كأحد أهم أساليب التحليل المالي، فأنت بتتجه فورا إلى هذا القانون اللي هو العائد على الملكية بيساوي العائد على المبيعات. يبقى العائد على الملكية بيساوي العائد على المبيعات في معدل دوران الأصول في مضاعف الملكية. وقلنا أن الغرض من نموذج دوبونت للعائد على الملكية ليس التوصل إلى رقم آخر، لا، لأن هيديك نفس الرقم بتاع العائد على الملكية التقليدي، وإنما الهدف منه هو تحليل العائد على الملكية للوصول الى الهدف او للوصول الى نقاط الضعف في العائد على الملكية التي ادت الى ضعفه، او نقاط القوة التي ادت الى زيادة العائد على الملكية، زي تماما لما قلنا ان التشخيص يؤدي الى العلاج الجيد. طيب، وبعدين قلنا العائد على الملكية ده يعتبر مؤشر ربحية، معدل دوران الاصول ده مؤشر نشاط، ومضاعف الملكية مؤشر ايه؟ ايوه، مؤشر مديونية. وخلي بالك في مضاعف الملكية وفي مضاعف الربحية. الربحية ده شيء والملكية شيء اخر، عشان الكلام يبقى واضح. طيب، بعد كده تحدثنا عن العائد على الملكية، وقلنا ان العائد على المبيعات بيساوي صافي الربح على صافي المبيعات. الكلام ده كله بنجيبه بسهولة يا جماعة. ليه بنجيبه؟ منين يا جماعة هذا الكلام؟ الكلام ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من المؤشرات في الفصل الثالث اللي درسناها، صح؟
طيب اوضح نقطه كده، اوضح نقطه سريعه في نموذج ديبون. برضو في ناس اعتقد ان دراسة نموذج بوند يعني هيدينا رقم تاني، هو الكلام ده احنا وضحناه ولكن هيبقى اوضح هنا. احنا قلنا العائد على الملكية بطريقة دي بوند هي عبارة عن ايه؟ ايوه، العائد على المبيعات في معدل دوران الأصول في مضاعف الملكية. العائد على المبيعات عبارة عن ايه؟ صافي الربح. على ايه يا سيدي الفاضي؟ على المبيعات، اللي هي صافي المبيعات. طب معدل دوران الأصول صافي المبيعات على الأصول. طب مضاعف الملكية عبارة عن الأصول على الملكية اللي هي حقوق الملكية. مش حافظ، أنا بستنتج القانون. طيب لما تيجي تبص كده، بص كده للتلاتة دول تقدر تستنتج إيه؟ أنا رياضيا أقدر أقول لك إن صافي المبيعات لما أجي أنا أضرب صافي المبيعات ده اللي هو يعتبر المقام في قانون العائد على المبيعات، اقدر اطيره ده حسابيا، دي مسألة في مبادئ الرياضيات، اقدر اطيره مع صافي المبيعات في معدل دوران الاصول، يعني ده يروح مع ده. هي معروفة كده يا جماعة في الرياضة، الرياضيات مبادئ رياضيات. ومضاعف الملكية في اصول في ايه؟ في البسط. وهنا في ايه؟ ايوه، في المقام اصول، فده يطير معاه. فلما تيجي تبص هتلاقي في النهاية ان العائد على الملكية بطريقة ديبونت هو ايه؟ صافي الربح على حقوق الملكية. ايه صافي الربح على حقوق الملكية؟ ده بالضبط لما اقول لك هات العائد على الملكية كمؤشر للربحية. يبقى بتقول ايه؟ صافي الربح على حقوق الملكية. الله، يعني اذا الناتج العائد على الملكية بطريقة ديبوند هو العائد على الملكية كمؤشر للربحية. خلي بالك، يعني ده معناه ان انا النهاردة لو جيت قلت لك بمنتهى الوضوح، انه اذا كان العائد على الملكيه كمؤشر العائد على الملكيه مثلا وسكت ما قلتش كمؤشر للربحيه 91%، فان العائد على الملكيه بطريقه ديبوند 92 94 91 لا شيء مما سبق. تقول لي ايه يا سيدي الفاضل؟ تقول لي ايه؟ واحد يقول لك الطالب بقى اللي مش مركز يقول لك ايه؟ يقول لك ما هو ما ادانيش صافي الربح، اصل هو ما قاليش اللي مش عارف الاصول بكام، اصل القوانين لازم تتفك. لا لا لا، ده فخ، ده سؤال مفخخ. يبقى لا شيء مما سبق. يا سيدي الفاضل، لا شيء مما سبق ازاي؟ اذا كان انا قايل لك ان العائد على الملكيه كمؤشر للربحيه بتصل في النهايه الى نفس نتيجه العائد على الملكيه بطريقه ديبوند، اثبتناها رياضيا لان احنا قلنا ده بيطير مع ده وده بيطير مع ده، يتبقى صافي الربح على حقوق الملكيه اللي هو القانون ده اللي هو بتاع العائد على الملكيه كمؤشر للربحيه. خلاص؟ ايوه، سايبك تقرا الورقه بالراحه. يبقى الاجابه الصحيحه 91. يبقى اذا كان العائد على الملكيه كمؤشر للربحيه 91%، فإن العائد على الملكية بطريقة ديبوند نفس الرقم 91%. خلاص؟ طيب دي كانت نقطة كده سريعة بنتحدث عنها. طيب يا سيدي الفاضل، ده اللي اتكلمنا عليه في ديبوند.
نتجه بعد كده الى دورة التشغيل واللي بدأنا الكلام عليها المرة اللي فاتت ولكن لم ننهيها. قلنا ان دورة التشغيل بسرعة كده يا جماعة، قلنا ان دورة التشغيل هي عبارة عن ايه؟ ايوة تعرفها يا جماعة، هي عبارة عن ايه؟ هي فترة زمنية تبدأ من تاريخ الشراء الآجل حتى تاريخ التحصيل مرورا بمرحلة السداد ومرحلة البيع الآجل. يعني لما اجي اقول كم مرحلة اقول اربع مراحل بالترتيب كده، تاريخ الشراء الآجل، تاريخ السداد اللي هو سداد مشتريات الأجلة، وبعدين تاريخ بيع الآجل اللي هو بيع البضاعة اللي أنتجها المنظمة أو المنشأة أو الشركة أو المصنع، وفي النهاية تاريخ تحصيل قيمة هذه المبيعات. خلاص ده التعريف. وبعد التعريف اتكلمنا على مكونات دورة التشغيل وقلنا أنها بتحتوي على أربع أنشطة رئيسية: واحد نشاط الشراء، اثنين نشاط السداد، ثلاثة نشاط البيع، أربعة نشاط التحصيل. يعني لما اجي اقول لك ان المكونات الرئيسية لدورة التشغيل هي نشاط التحصيل ونشاط البيع ونشاط الاصول ونشاط الشراء، صح ولا خطأ؟ خطأ. وفي شيء اسمه نشاط الاصول، خلي بالك. مكونات دورة التشغيل أربعة لازم تبقى عارفها. يعني اما اقول لك ايه هي مكونات دورة التشغيل وجيت قلت لك نشاط التحصيل ونشاط البيع ونشاط السداد ونشاط الشراء على الترتيب، صح ولا خطأ؟ خطأ. ليه؟ لان انا قلت على الترتيب. الترتيب بيقول لك شراء رقم واحد، اثنين سداد، ثلاثة بيع، اربعة تحصيل. محتاج حفظ، محدش يحفظ بقى ويتعب نفسه. شراء مواد خام، وبعدين دفعت تمنها، انتجت بضاعة، البضاعة دي بعتها، بعد ما بعتها حصلت تمنها، بس والله ما تحتاجش. تاني اشتريت ايه؟ مواد خام، سددت تمنها، انتجت بضاعة، بعتها، حصلت تمنها، خلاص. ايه دي مكونات دورة التشغيل بالترتيب. يبقى اي ترتيب غير اللي انا بقول عليه ده يبقى ترتيب خاطئ. لكن لو جيت قلت لك مكونات دورة التشغيل 1 2 3 4 ايا كانوا، يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه توافر الاربعه دول، مش مهم الترتيب. ولكن لو قلت على الترتيب يبقى لازم ترتزم بالترتيب، فاهم؟ انا بقول كل شيء اهو، وعالم واعلم يقينا ان في طلاب مركزه وطلاب بتكتب ورايا وطلاب بتعمل ملخصات، اكيد، وده من حقهم ودي من شطارتهم وتميزهم. طيب بعد كده قلنا ان دورة التشغيل، قلنا ان دورة التشغيل فيها حاجتين يمثلوا خطورة. ليه؟ لان الانشطة الاربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم دول ينتج عنهم اموال تدفقات، وقلنا ان التدفقات النقدية عندنا لإما تدفقات نقدية داخلة لإما تدفقات نقدية مالها خارجة، صح؟ قلنا التدفقات النقدية الداخلة، تعال بس نبص كده على الورقة اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. انا برى ان هي دي كافية في الموضوع، انا شايف كده. قلت اريك رؤية تانية، ماشي، ما عنديش مشاكل. الانشطة بينتج عنها تدفقات نقدية، التدفقات النقدية لإما داخلة ورمزنا اليها بهذا السهم، وعبارة عن ايرادات داخل الشركة فهي اموال داخلة الى الشركة، او تدفقات نقدية خارجة اللي هي عبارة عن مصروفات خارجة من الشركة او مستحقات للغير. طيب الكلام ده التدفقات النقدية الداخلة والخارجة دي ينتج عنها ايه؟ ينتج عنها بمنتهى البساطة مصدرين او مخاطر للانشطة في دورة التشغيل. دي مخاطر انشطة دورة التشغيل، نكتب عليها كده مخاطر أنشطة دورة التشغيل عشان تبقى عارف. مخاطر أنشطة دورة التشغيل قلنا عدم التزامن وعدم التأكد، اتنين نقطتين، عدم التزامن وعدم التأكد.
عدم التزامن جاية من اسمها تزامن، يبقى زمن. ازاي؟ بيقول لك قد يتم تسديد مبالغ نزيل مشتريات قبل ان تقوم الشركة ببيع المحصول. يعني ايه يا جماعة الكلام؟ يعني انا اشتريت مواد خام ودفعت تمنها ولسه ما دخلتش اجيب فلوس، لسه ما بعتش بضاعة، لسه ما عملت الشيء، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الشركة الان مالها تعاني من ايه؟ من نقص في السيول. يبقى اذا المفروض الطبيعي انه يكون هناك تزامن بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة، لازم يبقى فيه تزامن. المخاطر هي عبارة عن ايه؟ عن احتمال عدم الحدوث. لما تيجي تعرف كلمة مخاطر تقول لي هي عبارة عن ايه؟ احتمال عدم الحدوث. احتمال عدم الحدوث ده يعني ايه؟ ده الوضع الطبيعي، ان الداخل يتزامن مع الخارج في نفس الوقت، لكن ده ممكن ما يحصلش. فهنا تبقى مصدر ايه؟ مصدر خطورة. ليه؟ تخرج اموال ولا تدخل اموال في نفس الوقت، في نفس الزمن او الوقت، يبقى ده مصدر من الخطورة. يبقى اول خطورة في مخاطر انشطة دورة التشغيل هي عدم التزامن. طيب رقم اتنين، عدم التأكد. وقلنا ان النهاردة كل شيء في دورة التشغيل متعلق بالتوقعات، التكلفة متوقعة والمبيعات متوقعة. ولما نتكلم على شيء متوقع يا جماعة يبقى فيه خطورة، صح ولا لا؟ لما طالب يتوقع ان انا اجيب سؤال ما او فصل ما او جزئية ما ويبدأ يركز عليها، ربما انها هتيجي وربما ما تجيش، يبقى هنا عرض نفسه الخطورة، صح ولا لا؟ يبقى دي بيسموها عدم التأكد، لان حجم المبيعات متوقع والتكلفة المرتبطة بها متوقعة، وبالتالي هي امور غير مؤكدة، فتمثل احد اهم مصادر ايه؟ المخاطر بالنسبة لدورة التشغيل. طب النهاردة اكلمك وكان موجود في الكتاب على التشغيل الجيد، وقال لك عشان تشغل جيد لازم تكون محافظ على الاستثمار في الاصول المتداولة. ولما اتكلم على الاصول المتداولة اتكلم على ثلاث اشياء: نقدية وبضاعة وحسابات مدينة. حسابات مدينة يقصد بها ان انا بيع بيع آجل، يعني يبقى عندي مجموعة او كمية او حجم النقدية يكفيني من سداد التزاماتي، ويبقى عندي بضاعة كافية تكفي لتلبية طلبات العملاء، وفي نفس الوقت يبقى عندي طريقة البيع الآجل لأنها بتعمل نشاط ورواج للبيع. طب في مشكلة يا جماعة؟ هل في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ إن شاء الله ما في. يبقى التشغيل الجيد ثلاث أشياء: نقدية، بضاعة، بيع آجل، اللي هي مكونات الأصول المتداولة. بعد كده اتكلمت، وهنبدأ من هنا الكلام بقى والتفصيل الدقيق على المفاهيم المرتبطة بدورة التشغيل. المفاهيم المرتبطة بدورة التشغيل قال لك أربع دورات: دورة العملاء اللي احنا عرفناها بمتوسط فترة التحصيل، ودورة المخزون اللي احنا عرفناها بمتوسط فترة المخزون، ودورة الموردين اللي احنا عرفناها بمتوسط فترة السداد، والفترة بين تاريخ اللي هي الفترة بين تاريخ الشراء الاجل البضاعة وتاريخ سداد قيمة المشتريات، ودورة النقدية قلنا متوسط فترة التحويل النقدية، وقلنا ان دورة النقدية مالها يا جماعة؟ ليس لها مؤشر مالي، عشان الكلام يبقى واضح. دورة النقدية ليس لها مؤشر مالي، مش موجودة عندي في ابعاد النشاط. دورة العملاء والمخزون والموردين لو رحت الفصل الثالث بعد النشاط هتلاقيهم بيتصدروا قائمة القوانين، لكن لما تيجي لدورة النقدية ما عندهاش قانون. امال نجيبها ازاي دي؟ هنشوف مع بعض، هنشوف وهندرس الكلام ده مع بعض. طب تعالى يا سيدي الفاضل نبص على رسمة كده معينة وشغل معين.
ايوه هي تعالى في رسمه مهمه جدا هتوضح لك دوره التشغيل دي بالتفصيل ومديك هنا شويه قوانين. طب القوانين دي جت منين؟ تعالى معايا كده واحده واحده ونركز حسابات دوره التشغيل. حسابات دوره التشغيل بص معايا على الرسمه دي. قال لك اول حاجه دوره التشغيل احنا عرفناها انها ايه؟ هي الفترة الزمنية من تاريخ الشراء الآجل إلى تاريخ التحصيل. طيب قلنا مرورا بنشاط التشغيل اللي هو تاريخ السداد نشاط السداد آسف وتاريخ البيع الآجل اللي هو بيع البضاعة. يبقى تاريخ الشراء الآجل، تاريخ السداد، تاريخ البيع الآجل، تاريخ التحصيل. طب هل في مشكلة يا جماعة في الكلام ده؟ عادي دلوقتي الكلام ده واضح ما فيهوش حاجة، تبدأ من هنا تنتهي هنا مرورا بالاتنين دول. طيب جه قال لك هنا ايه؟ في اربع دورات متعلقين بانشطه دوره التشغيل. اول دوره هي دوره ايه؟ قال لك دوره العملاء. طب دوره العملاء دي تبدا منين؟ يعني امتى العميل يدخل دوره في القصه دي؟ تعالى نعمل كده ونعمل كده. خلاص؟ يبدا من تاريخ البيع الآجل. هنا يبدأ هنا يظهر العميل، هنا يظهر لي العميل، يبقى بيظهر لي هنا. خلي بالك دي كده نقاط زمنية تعبر عن نقطة زمنية، فترة تواريخ، لما أقول تواريخ يبقى أكيد نقاط زمنية. هنا دورة العملاء. يعني من تاريخ البيع الآجل يبدأ العميل، أنا ما بعرفش العميل لما أجي أبدأ أبيع يدخل عليا بيع له وحصل منه، يبقى العميل دوره بيبدا من تاريخ البيع الآجل الى تاريخ التحصيل. خلاص؟ طب تاريخ الشراء الآجل، طب مين اللي هنا؟ تاريخ شراء ايه؟ المواد الخام. المواد الخام اللي بتروح المخزون. صح ولا لا؟ تاريخ المواد، يبقى الكلام ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه انه دوره المخزون بتبدأ من شراء المواد الخام لحد إنتاج البضاعة اللي بتروح للمخزون لحد ما تبيع ما يخرج، يعني البضاعة بتدخل المخزون لحد ما تخرج. أدي دورة المخزون. كل ما يحتويه المخزون سواء مواد خام أو بضاعة يبقى دي دورة المخزون. طب تعالى بص على دورة الموردي، المورد النهارده بيديك مواد خام صح؟ بتبدا من لحظه تاريخ الشراء الاجل لحد ما ياخد فلوسه يبقى علاقتك بيه انتهت. هتيجي تبص هنا هتلاقي دي دوره ايه؟ الموردين. النقديه تبدا عند لحظه التعامل بالنقود، مش احنا قلنا الكلام ده؟ مش قلنا ان النقديه تبدا عند لحظه التعامل بالنقود؟ قلنا ولا ما قلناش؟ قلنا. يبقى تاريخ السداد يبقى هنا دخلت النقود او النقديه. يبقى دي دوره وتنتهي مع تاريخ التحصيل، كل ده نقديه، يبقى دوره النقديه. دي الاربع دورات اللي ليهم علاقه بايه؟ بدوره التشغيل. طب دوره التشغيل بتبدا منين؟ من شراء المواد الخام لحد تحصيل ثمن البضاعه النهائيه. يبقى كل اللي تحت ده عباره عن دوره التشغيل يا سيدي الفاضل. يبقى تعالى معايا كده ونبص عليها تاني بوضوح. بنبداها ازاي؟ تاريخ الشراء الاجل، تاريخ السداد، تاريخ البيع الاجل، تاريخ التحصيل اللي هي عباره عن دوره التشغيل اللي منورانا دي.
طيب قلنا في اربع دورات متعلقين بدورة التشغيل، ايه هما؟ دورة العملاء، اتنين دورة المخزون، تلاتة دورة الموردين، اربعة دورة النقدية، اربع دورات رئيسية. الاربع دورات دول ليهم علاقة بايه؟ بدورة التشغيل. ايه علاقة بقى؟ بتيجي ازاي؟ اهي العلاقة كانت في ناس حفظتها المرة اللي فاتت لكن ما فهمتها، الرسمة دي توضحك. طيب تعالى من الرسمة دي كده نشتغل. واحد يقول لك هي دورة التشغيل دي نظري ولا عملي؟ لا يا سيدي الفاضل، دي عملي وعملي وعملي. ازاي؟ تعالى اقول لك. دورة التشغيل، تعالى بقى نستنتج القوانين. دورة التشغيل تساوي ايه يا سيدي الفاضل؟ تساوي دورة المخزون زائد دورة العملاء، صح؟ ما هو ده زائد ده، الجزء ده زائد الجزء ده، يعني الجزء ده كده لما اضيف عليه الجزء ده كده هيديني في النهاية ده كله اللي هو دورة التشغيل. يبقى دورة المخزون زائد دورة العملاء تديك ايه؟ دورة التشغيل. طب تعالى يا سيدي الفاضل على وجهة النظر التانية، دي اول وجهة نظر. طب دورة التشغيل كمان عبارة عن ايه؟ تخلي بالك قبل ما اتكلم التاني عبارة عن ايه من وجهة النظر التانية، هنقول ان دورة المخزون، دورة المخزون هي عبارة عن 360 على معدل دوران المخزون. شفت بقى الكلام ده فين؟ الكلام ده ببعض النشاط في المؤشرات المالية. كل الإدارة المالية مرتبطة ببعضها، كل الإدارة المالية مرتبطة ببعضها، زائد دورة العملاء هي عبارة عن ايه؟ اي برافو عليك، 360. ما هي كلمة الدورة دي احنا اتفقنا 360 عدد ايام السنة التجارية على معدل دوران العملاء. طب تعالى يا سيدي الفاضل بص على وجهة النظر التانية، تقول دورة التشغيل انت لوحدك قول لي ممكن تيجي ازاي تاني دورة التشغيل دي؟ ايوه احنا قلنا دي دورة المخزون زائد دورة العملاء تديني دورة التشغيل. طب تعالى يا فاضل قول لي دورة الموردين على دورة النقدية تديك ايه؟ اهي دي زائد دي ادتني دي، ادي زائد دي تديني دي، يعني دورة الموردين زائد دورة النقدية. خلاص يبقى دورة الموردين زائد دورة النقدية يديك دورة التشغيل. الله، دورة الموردين عندي بتساوي ايه؟ بالراحة معاي، دورة الموردين عندي بتساوي ايه؟ دورة الموردين دورة يبقى 360 على معدل دوران الموردين زائد دورة النقدية. الدورة النقدية تساوي يا جماعة؟ ليس لها مؤشر مالي، ليس لها مؤشر مالي. يبقى لما احب اجيب دورة النقدية اجيبها ازاي؟ تعالى دورة اجيبها من القانون، قانون الإدارة المخزون دورة العملاء اجيب دورة التشغيل. طيب دورة التشغيل تيجي ازاي؟ دورة الموردين زي دورة النقدية. طب دورة النقدية دي ازاي؟ قالك هي عبارة عن دورة التشغيل ناقص دورة الموردين. جبتها من القانون ده. واحد يقول لي طب ما نجيب منه دورة التشغيل، انا عندي دورة التشغيل جبتها من هنا، قلت دورة المخزون زائد دورة العملاء، فالرقم ده بقى عندي. خلاص؟ دورة الموردين جبتها من هذا القانون. يبقى عايز دورة الموردين.
ليس لها مؤشر مالي، ما لهاش طريقة حساب، ولكن طريقة حسابها الوحيدة أن دورة النقدية تساوي دورة التشغيل ناقص دورة الموارد. خلاص، لما أعرف دورة النقدية تساوي دورة التشغيل ناقص دورة الموردين، هقدر في اللحظة دي أن أنا ألاقي دورة النقدية التي ليس لها مؤشر مالي. نبص تاني كده مع بعض. غاية الأهمية الكلام، دورة التشغيل هي بتبدأ من تاريخ الشراء الآجل لحد تاريخ التحصيل، مرورا بتاريخ السداد وتاريخ البيع الآجل. خلاص. طيب، قلنا بيرتبط بها أربع دورات: العملاء، المخزون، الموردين، النقدي. بيظهروا إزاي في الشكل ده؟ المخزون بيبدأ من بداية تاريخ الشراء الآجل لحد تاريخ البيع الآجل فوق، بيدخل بعد كده العملاء اللي بيظهروا لنا في الصورة من تاريخ وصولهم وحصولهم على السلعة اللي هو البيع الآجل لحد تاريخ التحصيل. خلاص. الموردين بيظهروا لي إزاي؟ بيظهروا لي من تاريخ شراء المواد الخام لحد ما بياخدوا فلوسهم في تاريخ السداد، يبقى ده دورة الموردين. طب دورة النقدية بتظهر إمتى؟ بتظهر من بدء التعامل بالنقود أو النقدية، يعني من تاريخ سداد المشتريات لحد تاريخ تحصيل إيه؟ المبيعات. خلاص. طيب، دورة التشغيل بتساوي دورة المخزون زائد دورة العملاء، اللي هي اهي انت جبتها بقى من الرسم، مش محتاج. دورة المخزون زائد دورة العملاء او دورة الموردين زائد دورة النقدية. بس يبقى دورة التشغيل ليها وجهتين نظر، دي ودي. طيب، النهاردة مشكلة في وجهة النظر التانية ان دورة النقدية ملهاش مؤشر مالي. دي انا بجيبها 360 على معدل دوران المخزون، ودي بجيبها 360 على معدل دوران المخزون، ودي بجيبها 360 على معدل دوران العملاء، ودي 360 على معدل دوران الموردين. يبقى الدورة النقدية دي تيجي ازاي؟ قال لك بتيجي بقى من هنا، لان انت هنا قدرت تحصل على ايه؟ على دورة التشغيل ودورة الموردين انت حصلت عليه. يبقى لما تيجي تدور على دورة النقدية هي عبارة عن دورة التشغيل ناقص دورة الموردين، يعني دي تشيل منها دي يتبقى لك دي اللي هي دورة النقدية. وضح الكلام يا جماعة؟ أتمنى هذا. طيب، نرجع للشرايط. بالضبط نفس الكلام، قال لك دورة التشغيل من وجهة النظر الأولى هي عبارة، طبعا أنا لو قريت الشرايح كده لوحديها ما تبقاش مالية، يبقى شيء تاني أنا معرفش اسمه. خلاص، لكن أنا وضحت لك بالرسمة ووضحت لك بالنظام بالورقة والقلم عشان يبقى الموضوع واضح. طبعا الناس تقول لك ده أمر بديهي، الورقة والقلم أمر بديهي. طيب، المفاهيم المرتبطة بدورة التشغيل، قال لك دورة التشغيل وجهة النظر الأولى دورة المخزون زائد دورة العملاء، من وجهة النظر الثانية دورة الموردين زائد دورة النقدية. طبعا دورة النقدية ملهاش مؤشر، فيبقى دورة التشغيل ناقص دورة الموردين. هو بيحاول، انا هنا في الرسمة بتحاول ان احنا نوضح شوية، ولكن الرسمة اللي انا رسمها بخط اليد هي اوضح واكثر وضوحا وتساعدك جدا على استيعاب وفهم دورة التشغيل. طيب يا جماعة، ننتقل بعد كده الى استخدامات دورة التشغيل. استخدامات دورة التشغيل، ما هي استخدامات دورة التشغيل؟ تستخدم في قياس مدى كفاءة إدارة رأس المال العامل. رأس المال العامل اللي هو ايه يا جماعة؟ رأس المال العامل، ما اجي اتكلم على رأس المال العامل انا اقصد بيه ايه؟ حد عارف ايه هو رأس المال العامل؟ اللي هو اجمالي الاصول المتداولة، الاصول المتداولة يا جماعة، اللي هي النقدية والاستثمارات المؤقتة وعملاء واوراق قبض ومصروفات مدفوعة مقدما ومخزون وموردون دفعات مخروج، كل ده عبارة عن رأس المال العامل. رأس المال العامل هو اجمالي الاصول المتداولة او قصيرة الاجل اللي هي بتظهر عندي في قائمة المركز المالي. طيب، النهاردة لما قال لك دورة التشغيل،
هل لما دورة التزويد تزيد افضل ولا تقل افضل؟ انا في وجهتين نظر. دورة التشغيل مرتبطة بمجموعة من الايه؟ الدورات الاخرى. خلي بالك لو بصنا لها انها مجموعة عدد ايام دورة المخزون ودورة العملاء، يؤدي هذا الى ان انخفاض كفاءة ادارة رأس المال العام. يعني لو شفنا ان النهاردة دورة التشغيل خدت وقت كبير جدا عقبال المخزون ما طلع من البضاعة والبضاعة وانتجت والعملاء مش عارف ايه وعقبال ما حصلنا، يبقى ده عبارة عن ايه؟ سوء في ايه؟ في ادارة دورة التشغيل. خلي بالك ده يعتبر سوء. يبقى كل ما يكون هناك طول في فترة التشغيل ده يعتبر من وجهة النظر الاولى نقطة سلبية. طبعا نقطة سلبية لان ده معناه ان المخزون بيقعد فترات طويلة في المخازن، ان العملاء بيستغرقوا وقت كبير حتى يسددوا ما عليهم للشركة نتيجة بيع البضاعة. يعني من بيع البضاعة نقعد فترة طويلة جدا عشان نحصل تمام. يبقى ان هناك انخفاض في كفاءة ادارة رأس المال العامل في الشركة نتيجة سوء ادارة جميع العناصر. يبقى النهاردة لما تيجي تقول ان دورة التشغيل طويلة جدا عدد ايامها كبير جدا، فيبقى ده من وجهة النظر الاولى انخفاض في الكفاءة. يبقى هناك مشكلة لابد من معالجتها. محدش ينسى ان احنا بنستخدم دورة التشغيل في التحليل المالي عشان نعرف الشركة ماشية كويس ولا لا، الشركة في اتجاهها صحيح ام لا. كل ده بيتم عن طريق ايه يا سيدي الفاضل؟ كل ده بيتم عن طريق دورة التشغيل، تقييس مدى ادارة رأس المال العامل في الشركة اللي هي الاصول المتداولة قصيرة الاجل. يبقى ينظر من وجهة نظر الاولى انه انخفاض في كفاءة ادارة رأس المال. طب وجهة النظر الثانية بتقول ايه؟ بتقول لك بس خلي بالك دورة الموردين ودورة النقدية، خلي بالك من دورة الموردين بالذات، كل ما تطول يبقى افضل. ليه؟ لان معنى كده ان انت ما بتسددش مباشرة، لا ده انت بتقعد وقت طويل، ودي تعتبر نقطة في صالحك لانها تقلل من مصادر عدم مصادر الخطورة اللي هي نقطة عدم التزامن. النهاردة المشكلة في عدم التزامن ان انت بتخرج فلوس قبل ما يجيلك فلوس. طب لو الموردين صبروا عليك فترة طويلة، يعني قعدت فترة طويلة من غير ايه ما تدفع، يبقى النهاردة نقطة الخطورة في عدم التزامن بتقل، وتبقى دي نقطة في مصلحتك. خلاص؟ طيب يبقى النهاردة طول فترة الموردين يظهر كفاءة الشركة في إدارة رأس المال العام. خلاص؟ طيب بعد كده في مثال توضيحي هنبدأ بقى نحل، ندي حتة تطبيقية الناس يشتغلوا معانا. ما انت عادي جدا لازم تبدأ تركز. عندنا هيبقى في الكتاب صفحة 86، صفحة 86 و88. عامل ايه الاستاذ الفاضل في الكتاب؟ جايب لك معطيات قائمة دخل وقائمة مركز مال. فاكرين لما قلت لكم اهمية قائمة المال؟ احنا درسنا حاجة يا جماعة لغاية دلوقتي ما لهاش علاقة بقائمة الدخل وقائمة المركز المال؟ لا. وانا استمرت كده. عشان كده دايما لما درست قائمة المالية قلت مهمة جدا والاهمية باينة. طيب اداك قائمة الدخل ببنودها المتعددة اللي احنا بنتفصل من ميعاد تكلفة ثابتة مش عارف ربح تشغيل لحد ما وصل الى صافي الربح. وبعدين تحدث معك عن قائمة المركز المالي. سأل ايه في قائمة المركز المالي؟ قال لك الاتي: جانب ايمن وجانب ايسر يحتوي الجانب الايمن على اصول متداولة اللي هي رأس المال العام. اجمالي الاصول المتداولة دي اللي هي رأس المال العامل، ودي معلومة جديدة خدناها النهاردة. وصافي الأصول طويلة الأجل 60,000 جمعهم اداك الأصول 100,000. وبعدين اتكلم عن الالتزامات وحقوق الملكية.
فوصل إلى التزامات متداولة والتزامات طويلة الأجل والتزامات وحقوق الملكية. طيب يا سيدي الفاضل، قال لك المطلوب هنا إيه؟ إيجاد دورة التشغيل ودورة النقدية. يبقى المطلوب حاجتين، دورة التشغيل، انت قايم الدخل وقايم هات لي دورة التشغيل ودورة الايه النقدية. طب تعال نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض. طب انا عارف ان دورة التشغيل المطلوب الاول، نكتب كده المطلوب، ايجاد دورة التشغيل ودورة النقدية. طيب دورة التشغيل هي عبارة عن ايه؟ ايوة، دايما ابدأ من الايه؟ من المطلوب. هي عبارة عن ايه يا جماعة دورة التشغيل؟ دورة المخزون زائد دورة العملاء. طب دورة المخزون عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 360 على معدل دوران المخزون. طب دورة العملاء عبارة عن ايه؟ عن 360 زائد معدل دوران العملاء. طيب معدل دوران المخزون بيساوي ايه؟ بص واخدينها بالتسلسل اهو، معدل دوران المخزون بيساوي ايه؟ ايوه يا سيدي الفاضل، بيساوي ايه؟ المخزون، وقلنا المخزون لما بيجي بيجي ايه يا جماعة؟ دورة المخزون عبارة عن ايه؟ معدل دوران المخزون، اسف، معدل دوران المخزون عبارة عن تكلفة المبيعات زي ما اتفقنا على المخزون موردون دفعات مقدمة. طيب لما نيجي نبص النهاردة على تكلفة المبيعات، تكلفة المبيعات 60,000 على المخزون كم؟ تكلفة المبيعات 60,000 ايه يا جماعة؟ تكلفة المبيعات 60,000 على ايه يا جماعة؟ على المخزون، المخزون عندي كم؟ اتناشر الف زائد موردون دفعات مقدمة 3,000، يبقى معدل دوران المخزون 60,000 على 15,000 يعني 4 مرات. فيها مشكلة؟ لا، بصوا قدام، المخزون اهو 12,000، موردون دفعات مقدمة 3,000، بيجوا ماسكين في بعض على طول زي ما اتفقنا. يبقى تيجي هنا، دي اول حاجة وصلت لمعدل دوران المخزون اهو، تعال بقى لمعدل دوران العملاء بيساوي ايه؟ معدل دوران العملاء بيساوي صافي المبيعات على صافي المبيعات على العملاء زائد أوراق القبض. صافي المبيعات عندي على طول معطى ب100,000، العملاء عندي من قائمة المركز المالي 6,000، أوراق القبض 4,000، يبقى 100,000 على 10,000 يديني 10 مرات.
جميل جدا. اعوض بقى في المعادلات دي، هقول 360 معدل دوران المخزون 4 مرات يبقى على 4 زائد 360 على 10 تديني ايه؟ تديني ايه يا جماعة؟ 360 تديك كام؟ دورة العملاء تديك كام؟ هنا 36 يوم، هنطير دي مع دي، و 360 على 4 تديك 90 يوم، يبقى 90 زائد 36 اللي هي دورة المخزون زائد دورة العملاء يدوك كام؟ 90 زائد 36 يديك 126 يوم. الله عليك، دي دورة ايه؟ دورة التشغيل. في الكتاب هتلاقي اسلوب مختلف شوية، انا احب الاسلوب ده اوضح اسهل لان ما فيهوش جديد، لا ده عبارة عن ترتيب على اللي انت اشتغلته قبل كده. نبص عليه تاني. دورة التشغيل بتساوي دورة المخزون زائد دورة العملاء. دورة المخزون 360 على معدل دوران المخزون زائد 360 على معدل دوران العملاء. معدل دوران المخزون بيساوي تكلفة المبيعات على المخزون موردون دفعات مقدمة، يبقى 60,000 على 12,000 زائد 3,000، يبقى بتتكلم في 60,000 على 15,000 باربع مرات. طب هنا خلصت معدل دوران المخزون وحصلت عليه، اتجه الى معدل دوران العملاء بصوره مباشره واقول انه يمثل صافي المبيعات عن عملاء اوراق القبض. صافي المبيعات ب 100,000 جايبها من قائمه الدخل، والعملاء واوراق القبض جايبهم من قائمه المركز المالي، يبقى 10,000 على 6,000 زائد 4,000 يعني 100,000 على 10,000 يديك 10 مرات. يبقى انت كده او وجدت ايه؟ معدل دوران العملاء. تيجي بعد كده تعوض مباشره، تقول لي بتعوض في القانون ده 360 على 4 اللي هو معدل دوران المخزون زائد 360 على 10. 360 على 4 بيديني 90 يوم، 360 على 10 بيديني 36 يوم، في النهايه 90 زائد 36 يدوك 126 يوم، وده عدد ايام دوره التشغيل. جبتهم منين؟ جبتهم من قائمه الدخل وقائمة المركز المالي. طب تعالى يا سيدي الفاضل، لو عايزين نحسب دورة النقدية، لو عايزين نحسب دورة النقدية، احنا قلنا دورة النقدية هي عبارة عن ايه؟ دورة التشغيل نشيل منها دورة ايه؟ ايوه دورة ايه؟ الموردين. يبقى ناقص دورة الموردين. دورة التشغيل عندي بكام؟ دي المطلوبة ب 126 يوم. طب دورة الموردين قال لك 360 على معدل دوران الموردين. طيب معدل دوران الموردين كام؟ قال لك عبارة عن تكلفة المبيعات على الموردين زائد أوراق الدفع، واتفقنا انهم بيجوا ماسكين في بعض على طول. طب تكلفة المبيعات كام؟ قلناها 60,000. طب الموردين بكام؟ قال لك ب7,000. جايبها منين انا؟ من قائمة المركز المالي. طب اوراق الدفع اوراق الدفع جايبها بكام؟ اوراق الدفع ب5,000، يبقى 7,000 زائد 5,000 يديك كام؟ 12,000. 60 على 12، 60 على 12 فيها 5، يبقى 5 مرات. يبقى النهارده هقول
دورة النقدية بتساوي 126 اللي هي عدد أيام دورة التشغيل ناقص 360 على 5. يعني كام يا جماعة؟ يعني كام؟ اللي هي دورة الموردين 72. 126 ناقص 72 تديك كام؟ تديك 54 يوم. ودي ايه؟ دي دورة النقدية. دورة النقدية كام؟ 126 يوم ناقص 72 يوم اللي هم دورة الموردين يديك 54 يوم، وهو المطلوب إيجابي. طيب نرجع بقى للقصة بتاعتنا الأساسية ونبدأ نشوف الأسلوب الثالث من أساليب التحليل المالي في هذا الفصل، وهي قائمة التدفقات النقدية. قائمة التدفقات النقدية اللي هي بيسموها التدفقات النقدية أو قائمة مصادر واستخدامات الأموال. القائمة دي يا جماعة بتركز على نقطتين. النقطة الأولى هي إجابة سؤال من أين حصلت الشركة على أموالها، والنقطة الثانية فيما استثمرت الشركة هذه الأموال. خلاص، قائمة التدفقات النقدية. فاكرين لما كلمنا على قائمة الدخل وقلنا أنها قائمة تعبر عن فترة زمنية، وقلنا قائمة المركز المالي هي قائمة لحظية. النهاردة بنقول أن قائمة التدفقات النقدية تعبر عن فترة، وليست تعبر عن لحظة معينة، لا بتعبر عن فترة قائمة بذات. خلاص، تتحدث عن مصادر واستخدامات الأموال. ولما أقول مصادر الأموال يبقى أنا قصدي تدفقات نقدية دخل، ولما أقول استخدامات الأموال فأنا قصدي تدفقات نقدية خارجة. احنا اتفقنا تدفقات نقدية داخلة دي مصادر زي الراتب كده. لما انت بتقبض الراتب بتاعك ده يعتبر ايه؟ تدفقات نقدية داخلة ولا خارجة؟ تدفقات نقدية داخلة، مش بيدخل جيبك يبقى تدفقات نقدية داخلة. طب لما تيجي تدفع ايجار السكن تدفقات نقدية خارجة. طب لما تيجي تشتري ملابس تدفقات نقدية خارجة. لما تيجي تدفع فواتير التليفونات والنت تدفقات نقدية خارجة. خلاص، يبقى القائمة دي تدفقات النقدية دي تعبر لي عن ايه؟ عن من اين تحصل الشركة على اموالها وفيما تستثمرها، يعني بتخرجها ازاي. طيب نيجي كده نبص على القائمة اللي قدامنا. بتقول ايه القائمة دي؟ او بتقول ايه الشريحة اللي قدامنا دي؟ بتقول ان مصادر الاموال هي التدفقات النقدية الداخلة للشركة خلال الفترة التي تعد عنها القائمة، لان احنا قلنا انها تعد عن فترة وربما تكون سنوية او نصف سنوية او ربع سنوية الى اخره. خلاص، طيب لما يجي النهاردة بيقول لك ان مصادر الاموال بتزيد ازاي؟ بيقول لك بتزيد عن طريق زيادة الالتزامات وحقوق الملكية. احنا النهاردة بنتكلم على قائمة المركز المالي، فلما نقول ان الجانب الايسر يتكون من الالتزامات وحقوق الملكية، كل ما هتزيد يبقى الاموال بتزيد، يعني المصادر بتزيد. ايه الكلام ده جاي منين؟ انت جبت لنا الكلام ده منين يا سيدي الفاضل؟ اقول لك جبته لك منين. هو النهاردة مش الاقتراض ده بيزود حقوق الملكية؟ بيزود ولا بيزود؟ بيزود، مش فيها قروض. يبقى الاموال زادت ولا نقصت؟ زادت. اصدار اسهم، اصدرنا اسهم ولمينا حصلت الاكتتاب، يبقى دي اموال زاد. سندات اللي هي ديون، اموال زادت. كل ده يؤدي الى توفير اموال
والذي يعد مصدر في النهاية من مصادر الأموال. طب تعالى يا سيدي الفاضل بص على نقص الأصول. نقص الأصول ده يعتبر مصدر الأموال طبعا. انت النهاردة عندك مثلا المخزون لما تبيعه مش يجي لك أموال؟ طبعا طبعا. لما تبيع الأصول طويلة الأجل، بعت مبنى، بعت قطعة أرض إلى آخر، ده كله مش يزود لك الأموال؟ آه. يبقى زيادة الالتزامات تؤدي إلى زيادة المصادر، ونقص الأصول يؤدي إلى زيادة الإيه؟ المصادر. طب تعال على الجانب الآخر بص على الاستخدامات. تعال على الجانب الآخر بص على الاستخدامات. طيب يا سيدي الفاضل أبص تقول لك إيه الاستخدامات؟ تقول لي أن التدفقات النقدية الخارجة، ما الاستخدامات دي عبارة عن تدفقات نقدية خارجة والمصادر تدفقات نقدية داخلة. تقول لي أن التدفقات النقدية الخارجة من الشركة خلال الفترة التي تعد عنها القائمة تظهر كالآتي: نقص الالتزامات وحقوق الملكية اللي هو جانب الأيسر، ده عبارة يعتبر إيه؟ يعتبر استخدام. ليه؟ أنا بسدد القروض يا جماعة والموردين والمستحقات اللي علي، يعني بطلع أموال، يعني أموال خارجة يعني استخدام. طب زيادة الأصول، ما النهاردة رحت اشتريت قطعة أرض، يعني دفعت فلوس، يعني فلوس خارجة، اشتريت مخزون، كل ده يعتبر إيه؟ زيادة في الأصول يؤدي لخروج الأموال من الشركة. طب نلخص الكلام ده إزاي؟ أكتبه إزاي الكلام دوت؟ أكتبه كده، هقول كل زيادة في الأصول تعتبر إيه؟ استخدام، يعني تدفقات نقدية خارجة. كل نقص في الأصول يعتبر إيه؟ مصدر. كل زيادة في الالتزامات وحقوق الملكية تعتبر إيه؟ مصدر. كل نقص في الالتزامات يعتبر ايه؟ استخدام. لما اقول مصدر يعني تدفقات نقدية داخلة داخلة داخلة، مصدر يعني تدفقات نقدية داخلة، استخدام يعني تدفقات نقدية خارجة. وضح الكلام؟ طيب دي القاعدة اللي احنا نتفق عليها تخلي قائمة التدفقات النقدية معاك في منتهى السهولة واليسر. طيب قال لك النهاردة لما تيجي تحسب قائمة المركز المالي، قال لك لما تيجي النهاردة تحسب قائمة المركز المالي، قصدي قائمة التدفقات النقدية من قائمة المركز المالي، بتحسبها كالآتي: إعداد بقى قائمة مصادر واستخدامات الأموال على أساس النقد. أنت عندك يا جماعة خلي بالك في طريقتين لحساب قائمة التدفقات النقدية: إعداد قائمة التدفقات، ما دي بقى قائمة هتبدأ تعدها أنت، قائمة التدفقات النقدية بيتم بطريقتين. الطريقة الأولى هي الأساس النقدي، والطريقة الثانية هي أساس رأس المال العامل، والطريقتين أسهل من بعض. رأس المال العامل اللي هو عبارة عن إجمالي الأصول المتداولة، قلنا لما أجي النهاردة يا جماعة أعد قائمة التدفقات النقدية، مبدئيا كده مبدئيا بيبقى عندي إيه؟ عندي قائمة بتبقى عبارة عن قائمة المركز المالي عن عامين سابقين، يعني عام 2012 و2011 على سبيل المثال، بيبقى عندي سنتين 2012 و2011 على سبيل
المثال. طبعا هنا في اخر شريحه دي في الفصل الرابع بتوضح لك بعض الملحوظات، يقول لك يتم حساب التغيرات التي طرأت على بنود قائمه المركز المالي، لا يتم حساب التغيرات لاي اجماليات في حاله وجود بند اصول طويله الاجل ومجمع الاهلاك، بنحسب صافي اصول طويله الاجل، يتم وضع التغييرات بالنقص. طيب دي اربع ملاحظات. طب الكلام ده بنطبقه ازاي على ارض الواقع؟ تعالى كده بص معايا على الكتاب صفحه 92، الكتاب صفحه 92 عشان نفهم الكلام ده نطبق بقى. قال لك الاتي اهو يا جماعه، قال لك الموضوع ماشي كالاتي، قال لك في نقديه استثمارات مؤقته الى اخر، قال لك سنه 2012 و2011، قال لك في 2012 النقديه 220 وفي 2011 200، يعني لازم بيديك سنتين. جرت ان العاده من السنه الاولانيه اللي هي 2012 بتبقى جنب الاصول على طول، 2012 220 500 600 الى اخره، جايب لك هنا 2011 مكونات الاصول المتداوله. خلاص نفس القصه بالنسبه للالتزامات، ركز معايا، جاب لك في 2012 بنود الالتزامات المتداوله، قال لك 500 800 200، وفي 2011 600 650 150 250. قال لك مالها القصه دي يا جماعه؟ قال لك دي التزامات متداوله. يعني ايه؟ يعني النقديه للاستثمارات المؤقته، عملاء واوراق قبض، مصروفات مدفوعه، مش عارف كل القصه دي، والقصه دي جايب لك الفرق. طيب بعد كده راح بص على السندات، قال لك 1000 و1000 مفيش تغيير، قروض طويله الاجل 1250 و700، وبعدين راس المال العام، الاحتياطات ارباح 1400 1400 مفيش لحد الاخر خالص، الاصول قال لك 600 الالتزامات حقوق الملكيه قال كذا وكذا. طيب البنود قالت لك ان احنا بنحسب التغيرات ازاي؟ يعني اول حاجه هو مديك قائمه مركز مالي 2012 2011 اهو واضحين قدامك صفحه 92. اول شيء عشان تعمل قائمه التدفقات النقديه دي، اول خطوه تحسب التغيرات في بنود قائمه المركز المالي. طيب اول حاجه نمسكها النقديه، النقديه كانت 220 بقت 200، يبقى في فرق كام؟ 20، يبقى كتبنا النقديه ب 20. طب رقم 2 الاستثمارات المؤقته، قال لك الاستثمارات المؤقته بكام؟ قال لك ب 500، كانت كام؟ 400، يبقى 100. طيب عملاء واوراق قبض كانت ب 600 وكانت ب 450، يبقى في 150. طب مصروفات دفعات مقدمه 80 في 2012 كانت ب 100 في 2011، يبقى في 20. اللي يقل نحطه بين قوسين، دي اول ملحوظه. طيب تاني قال لك المخزون ب 800 في 2012 كان ب 700، يبقى زاد 100، دي الزياده على طول. الموردون دفعات مقدمه كانت ب 100 ب 100 في 2012، 2011 كانت ب 250، يبقى حصل لها قلت ب 150. يبقى اللي يقل نحطه بين 100 نحطه بين قوسين، اللي يزيد نسيبه عادي. خلاص قال لك الاصول المتداوله 2300 و1100، خلي بالك قلنا في الشريحه، تعالى كده وطلع بص عليه، قلنا ايه؟ قال لك لا يتم حساب التغيرات لاي اجماليات، لانها كده هتعيد نفسها. خلي بالك ازاي؟ ده اجمالي، الاصول المتداوله ده اجمالي، ما ينفعش اكتبه تاني هنا في قائمه التغيرات، بتجاهله تمام. طب ابص على الاصول طويله الاجل ومجمع الاهلاك، قال لي ايه في الشريحه عنها؟ اجيبها تاني. قال لي ايه في الشريحه؟ في حاله وجود بند اصول طويله الاجل ومجمع الاهلاك يساوي صافي الاصول طويله الاجل، يتم حساب التغير على صافي الاصول طويله الاجل، عشان ما حدش يقول لي ما ده اجمالي، اقول له لا ده مش اجمالي، ده صافي. خلاص؟ نبص تاني على الكتاب. قال لك صافي الاصول طويله الاجل 3700 في 2012 كان 2011، يعني معنى كده ان هو زاد 500، يبقى زياده، يبقى بتتحط عادي، يبقى الزياده بتتحط عادي، اما النقص فبنحطه بين قوسين. في مشكله؟ لا اعتقد. طيب بص على الالتزامات وحقوق الملكيه، مسكناها الاول بند بند. قروض قصيره الاجل عباره عن 100
كان 500 في 2012 2011 600، معنى كده انها نقصت ب 100، نقصت يبقى بين قوسين. موردون واوراق دفع كانت بكام؟ ب 800 في 2012، الاول كان ب 650، يبقى في 150 زياده، يبقى بين ما يتحطوش بين قوسين، يبقى ينزلوا زي ما هم. عملاء دفعات مقدمه في 2012 250 كانت 150، يعني زادت 100، يبقى ما تتحطش بين قوسين. بعد كده نبص على المصروفات المستحقة، كانت 200 في 2012 وكانت 250، يعني نقصت ب 50، يعني بص على طول امشي بقلمك تلاقي ان في ايه؟ نقص من 50، عشان كده اتحطت بين قوسين. الالتزامات المتداولة ده بند اجمالي ما يتم تجاهله تماما. السندات كانت 1000 و1000 فصفر، فما نتجاهلها لان ما فيهاش تغيير، فبالتالي ما بنحسبش شيء. القروض طويلة الأجل 1250 وكانت كام؟ كانت 700، يبقى إيه اللي حصل؟ زادت ب 550، يبقى قروض طويلة الأجل زادت. نيجي التزامات طويلة الأجل، ده إجمالي، بند إجمالي بنتجاهله تماما. رأس المال الأسهم العادية 1400، مفيش تغيير فبنتجاهله تماما. الاحتياطات 350 في 2012 كانت 330، يعني حصل زيادة ب 20. طيب الأرباح المحتجزة 250 كانت 220، يعني معنى كده أن في زيادة 30، أدي الزيادة 30. حقوق الملكية التزامات، كل ده بنود إجمالية يتم تجاهلها تماما. خلاص دي التغيرات حسبناها. يبقى أول خطوة في إعداد قائمة التدفقات النقدية هي حساب التغيرات في بنود قائمة المركز المالي. طب يا سيدي الفاضل، بعد كده نتجه الى قائمة التدفقات النقدية، الاعداد بقى، مرحلة الاعداد. بنحط على اليمين الاستخدامات وعلى اليسار المصادر زي ما هو واضح قدام. اول شيء بنقول زيادة الاصول. زيادة الاصول احنا اتفقنا ان زيادة الاصول دي بتيجي منين؟ زيادة الاصول اللي هي استخدام. طيب تعال جانب الاصول اهو، الزيادة بننزلها لوحدها. ايه اللي زاد؟ النقديه، الاستثمارات المؤقته، عملاء واوراق قبض، مخزون. ماشي. وبعدين صافي الاصول طويله الاجل، يبقى ده عباره عن الايه؟ زياده الاصول. طيب زياده الاصول دي ليه في الاستخدامات؟ ما زياده الاصول دي يعني اشتريت قطعه عقد، عملت مش عارف ايه الى اخره، فده بيعمل ايه؟ زيادة في الاستخدامات. طب ليه يعمل زيادة في الاستخدامات تاني؟ هي نقص في الالتزامات. نقص الالتزامات، تعال على جانب الالتزامات، فين النقص؟ قروض قصيرة الأجل ب 100، مصروفات مستحقة ب 50، يبقى بنجيبها في جانب الاستخدامات. طب تعال بقى إلى المصادر. المصادر عبارة عن حاجتين، نقص الأصول وإيه؟ وزيادة الالتزامات. نقص الأصول وزيادة الالتزامات. طيب تعال، قال لك نقص الأصول، فين النقص اللي هنا؟ قال لك مصروفات مدفوعة مقدما 20 وموردون دفعات مقدمة 150. طب تعال زيادة الالتزامات، قال لك أول حاجة موردون وأوراق دفع ب 150، عملاء دفعات مقدمة 100، قروض طويلة الأجل 550، احتياطات 20، ارباح محتجزه 30. يبقى في النهايه كده قدرنا ان احنا نعمل قائمه التدفقات النقديه. قائمه التدفقات النقديه بتحتوي على استخدامات ومصادر. قائمة التدفقات النقدية عبارة عن استخدامات ومصادر. الاستخدامات بتبقى أولا زيادة الأصول، ثانيا نقص الالتزامات. وتكتب البنود، تكتبها منين؟
من القائمة اللي انت عملتها اللي احتوت على التغيرات في بنوك قائمة المركز المالي، وتكتب البنوك، تيجي لهنا تروح عامل ايه في المصادر؟ اولا نقص الاصول برضو من قائمة التغيرات في بنوك قائمة المركز المالي تكتبها، ثانيا زيادة الالتزامات وحقوق الملكية. طيب ملحوظة ايه هي يا استاذ؟ الملحوظة ان في النهاية هيطلع لك اجمالي الاستخدامات واجمالي المصادر، الاتنين بيساووا بعض، يعني الرقم ده لازم يساوي الرقم ده، جانب اجمالي الاستخدامات يساوي جانب اجمالي المصادر. خلاص يا استاذ الفاضل، بصينا كده بنظرة سريعة على قائمة التدفقات النقدية، دي الطريقة الاولى اللي هي الاساس النقدي. ده في طريقة تانية، ايوه اسمها اساس رأس المال العام. الاختلاف بسيط جدا بين طريقة الاساس النقدي وطريقة اساس رأس المال العام. رأس المال العام اللي احنا اتفقنا هو عبارة عن ايه يا سيدي يا فاضل؟ هو عبارة عن اجمالي الاصول المتداولة، اما سافي رأس المال العام اجمالي الاصول المتداولة ناقص اجمالي الالتزامات. بتعمل ايه هنا بقى؟ احنا في الاساس النقدي، تعالى معايا كده، في الاساس النقدي لما تحدثنا مسكنا البنود بند بند، صح؟ لا، لما بتيجي تتكلم على طريقة اساس رأس المال العامل بتبص بس على الاصول المتداولة، تجيب الفرق وتتجاهل كل ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالى معايا كده بسرعة، شايفين الاصول المتداولة اللي هي تمثل رأس المال العامل؟ قلنا كام؟ بص معايا، قلنا 2300 من 2100 200، يبقى 200 ده التغير. صافي الاصول طويلة الاجل 3700 3 200 يبقى 500، ده التغير كله. طب تعالى على الالتزامات وحقوق الملكية، بنبص على الالتزامات المتداولة بس، ما بنمسكش بند بند. 1750 كانت 1650 اصبحت 1750، يبقى في زياده بكام؟ ب 100. طب بص على القروض طويله الاجل 1550، بننزل بعيد التغيرات 20 30 بس. طيب تيجي بعد كده تعد قائمه التدفق النقدي زي ما عدناها هنا بالظبط بنفس الطريقة، تقول زيادة الأصول ونقص الالتزامات، وهنا تقول نقص الأصول أولا في المصادر وزيادة الالتزامات وتحطهم، بيطلعوا لك 700 و700. خلاص مفيش شيء تاني. طيب يا سيدي الفاضل، لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية الفصل الرابع اللي هو بعنوان التحليل المالي. درسنا فيه ثلاث أنواع للتحاليل، نموذج دي بوند ودورة التشغيل وقائمة التدفقات النقدية. طيب في بعد كده مجموعة من التطبيقات هتلاقيها عندك في صفحة 95 96 97 98. طبعا انا هقول ان ده واجب ليكوا تحلوه وتتدربوا عليه. درب نفسك، جبنا قيمة الدخل وقيمة المركز المالي، او ان شاء الله بإذن الله تعالى في الفرصة المناسبة زي ما قلنا هنبدأ نحل شوية مع بعض في السؤال الاول ده والسؤال الثاني، نحل عليهم ونشوف مع بعض كجانب تطبيقي بحيث يوضح لنا الاداء باذن الله تعالى ويوضح لنا الجانب العملي باذن الله. طيب يا سادة يا فاضل، اتمنى اكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومة
بالطريقة المناسبة. لحد النهاردة بإذن الله تعالى نكون انتهينا من الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع، وبدأنا ننطلق في الإدارة المالية، خدنا المؤشرات المالية ودرسنا التحليل المالي. إن شاء الله بنبدأ بعد كده في المحاضرات القادمة وننطلق أكثر لنبدأ بقى في التخطيط المالي ونتحدث عن التنبؤ المالي والمخاطر إلى آخره. أتمنى أن المحاضرات لا تتراكم عليك في أي حال من الأحوال، تدرب إيدك تشتغل بالورقة والقلم، تكتب القوانين وتلجأ إلى قائمة الدخل وقائمة المركز المالي دائما في الحل، ما تتركش أي شيء إلا لما تفهمه. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والتفوق والنجاح. دايما بقول ذكروا كويس هتحلوا كويس. دمتم سالمين وطابت أوقاتكم. كان معكم